باين عليه غريب. نوار نوار ايه؟ نادر على الحكيم. اطر انت مين؟ يا حكيم يا حكيم الحق اجينا بسرعه الحق. طيب الحق. ريح على الأرض ريح على الأرض. تفضل يا دكتور. لا اديني مي مي. جابني نيل النوبة للناس الطيبين في الجرنة، اسمعوا مني حكايتهم واللي حصل مع الخواجة ودهب فرعون وطايعة. عايز اقول لك كلام كلام جاي من بعيد راكب سفاين القلب. خلاص قول. تفوت ايام تعدي شهور تدور الارض والدنيا وهو يدور ولسه بيجري ويعافر ولسه عيونه بتسافر ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. مين ده؟ النيل. النيل هتشتغل شعر مواويل ومالها المواويل؟ ما توكلش عيش. خلاص اشوف لي شغلانه توكل عيش. تاكلي معايا؟ با يا توت ملون عالي يا توت من قد ايه وانا فيك بموت. يا توت ملون عالي يا توت من قد ايه وانا فيك. جابك من نوبة لحد هنا؟ ده انت حتى ما بتعرفش تجد. جيت عشانك يا بنت. يا مغنوات. جد ضايع ايه قطعت عليكم الخلوة؟ فزوا معاي. يوم ما جيت من نوبة فتحنا لك قلوبنا وأبوابنا. أنا الأوان تشتغل مع الداوي على نيلنا. نوار يا أخوي أعطيله مش دافن داوي الله يرحمه. أمرك يا كبير.
علمه يا نوار. طايع من يوم بوكي وامك ما ماتوا في حادثة الجرف وانت عايشة في ارضنا حرة كاليمامة، دلوك كبرتي وبقيتي شابة، آن الأوان تلبسي توبنا وتعيشي في حرمة داري، فاهمة؟ الجمال مش لون في الوش يا طايعة، الجمال جمال القلب. جاد بقول لك ايه، طايعة بقت بنتي. How are you, doctor? Fine. Welcome to Luxor. Thank you. Good to be here. Thank you. Thank you. So good to see you again.
My beautiful queen. She's still waiting for me. It has been a long time. Why don't tell me? How's your father and all the people there? دكتور حسين أرجوك تكلمني عربي. أنا أخدت مني مجهود كبير قوي لغاية لما اتعلمت العربي. مش دي كانت نصيحتك؟ نسيت. أنت فعلا بقيت بتتكلم عربي كويس قوي. أما قلتليش بقى. أنت إيه اللي رجعك تاني ها؟ نفس الحلم. أنت ما عادش في القاهرة ليه؟ ما كانش ممكن أرجع من أوروبا وأقعد في القاهرة وأشوف الإنجليز هم قاعدين على أرضها مستعمرين دول. أنا آسف. إيه الصوت ده؟ ده صوت غنى الفراعنة على الفراج. التوب يا دوب كان قد الجد والمية كانت مية ورد شفيف حريري كفاني برجوك شفايفي دفاني أكبر أكبر خاجة وصل أكبر ويلكم مرحبا الله 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 ده الخواجه بيتكلم عربي ها اختار لك الاستراحه من الوادي والجبل الشروق والغروب تاني زي زمان ها Yes. Again. ده يرسم ولا ده يسرق فرعون. Please. فعلا. كل حاجة زي ما هي. مفيش حاجة اتغيرت خالص. طيب انا هستناك تحت علشان الكبير عامل لك الغدا النهاردة ها. اوكي. ما تأخرش. تفضل يا خواجة هو انت ما قلتلوش انك نباتي ويا ترى جاي ترسميها المرة دي هو طبعا المناظر جميلة جدا هنا لكن انا المرة هو الحقيقة المرة دي جاي لحاجة تانية خالص مش كده أنا المرة دي جاي علشان الحفاير أنا خايف يحصل لك كما حصل للخواجة هيوز هيوز؟ هو إيه اللي حصل لهيوز؟ حصل له انهيار عصبي مسكين قاعد يحفر سنين طويلة وفي الآخر وصل لمقبرة لقاها مسروقة منهوبة الحقيقة الحفريات سببت لنا أضرار كبيرة سرقوا ملوكنا انتهكوا حرمة موتانا أنا موافق معاك في اللي أنت بتقوله وعندي نفس إحساس الحزن اللي أنت حاسس بيه غريبة يكون رأيك كده وأنت أجنبي أنا متفق معاك إن اللي في بطن الأرض دي ملك لأصحابها يبقى تترك اللي جوه الأرض تتركه في أمان أنت هتوصي واحد بقى مننا تفتكر يا دكتور طبعا تفضلوا كلوا أيوة Ha, 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 ha,
شاي. اتفضل. شكرا. طايعة. أنا ما شفتكيش هنا قبل كده. كانت في القاهرة. مسكينة، أهلها ماتوا في حادثة. طايعة دلوقتي صارت بنتي. نورتنا يا كبير. اتفضل يا كبير. يخليك لينا يا كبير. عبودي وحشتني يا ولد. وحشتني. شوف جبت لك ايه؟ خد، انا مبقاش اشوفك. هي يا خيتي. تعمل ايه يا خواجه؟ برسم النيل. عاوز اشوف فيه ايه على الجانب الاخر. النيل بيشق الوادي، بيفصله عن الجبل، لكنه كما السكين لما شق القلب نصين، كل نص يشتاق للتاني. على فكرة ده صوتك حلو قوي. هي الأغنية اللي أنت كنت بتغنيها في المركب وإحنا في النيل كانت بتقول إيه؟ حاجة كده عن النيل، كلامها إيه؟ قول. النيل سؤاله ما جاش عليه الرد، من قد إيه والفين ما قالش عمره الحد، ولا بيوصل ولا بيتوب ولا بيرجع ولا بيغيب. بس أنا رجعت. جاد، اوعى كنت ناوي تشتغل مع الغوازي. دايما اول نفس بيبقى صعب، بعد كده تصبح عادي. تدخين الشيشة من فم الفم ده رمز للمشاركة. الحكيم بيجي منا، عارف تجاليدنا وبيحافظ على ولدنا. شكرا يا كبير. الحقيقة بفضلكم لقيت لي حياة جديدة على أرضكم، أرجو إنها تسعى غيري كمان. إن كنت تقصد الخواجة، أنت عارف يا دكتور إنما الأعمال بالنيات، وإحنا لسه ما دخلناش في نية واصل. أنا عارف إن نيتي سليمة، وإنت كمان يا كبير لازم تعرف إن نيتي سليمة. كل اللي بطلبه دلوقتي هو الإذن بالتنقيب. على العموم اكتب برغبتك دي للمسؤولين في القاهرة واطمن، هما أعتقد هيوافقوا. بس المشكلة مش هناك، المشكلة هنا. اقرا الكتاب ده يا خواجه، هيفيدك كتير في الحفاير. بس لازم تفهم ان اي كتاب مهما اكتملت صفحاته فيه صفحه ناقصه لازم تكملها انت بنفسك. اتفضل يا خواجه. سايب باب اوضتك مفتوح؟ ايه خلاص بقيت من اهل الجبل. ما حسيتش بدخولك خالص يا طبيب. الظاهر الكتاب اللي انت بتقرا فيه ده واخدك لعالم تاني بعيد. فعلا المؤلف كاتب كل سطر باحساسه، كل خطوه خطاها على الارض دي حاسس بيها، لكن للاسف الشديد هو شايف ان مفيش اي جديد ممكن اكتشافه، وهي دي نقطه الخلاف اللي بيني وبينه. الحياه مش رحله واحده، الحياه رحلات متتاليه كتير. قصدك ايه؟ قصدي يعني ابدأ انت من حيث انتهى صاحب الكتاب ده، طلع ورقة بيضة واكتب فيها طلب للمسؤولين في القاهرة
يدولك اذن رسمي بالحفر. كانك بتقرا افكاري. انا حاسس الورقه دي هتكون اول خطوه على طريق قدري. في مجهول انت بس اللي شايفه لوحدك، والمجهول ده هو حلمك. تمسك بحلمك ده، مسك فيه قوي. جنون ده ولا عقل؟ سبت بلدي ونسيت قلبي، وكنت مستعد اديله عمري ولا ايه؟ الولد عنده شوية ضعف، يتغذى كويس وتديله من الدواء ده معلقة ثلاث مرات قبل الأكل. حاضر. وأنت خد دول علشانك أنت، يلا. كتر خيرك يا دكتور. أهلا. إيه؟ خير؟ خد يا ده. رجاء السماح لي بالتنقيب في منطقة وادي الملوك. طيب ده بقى الطلب ده، تاخده وتنزل به القاهرة تديه للمسؤول. ايه رأيك تيجي معايا؟ للأسف ما اقدرش اجي معاك القاهرة، مفيش عمار بيني وبين الانجليز، هما بيعتبروني خطر على الامن. امنهم هما طبعا، مش قادرين يفهموا ابدا ان انا انسان وطني. انت عارف ان انا كمان مختلف معاهم. انا مش جاي استعمل البلد يا دكتور، مش كل انجليزي مستعمر. عارف ده ايه؟ ده كتاب لورد بايرون، شاعر انجليزي. عارف بيعمل ايه دلوقتي؟ بيحارب الانجليز في اليونان عشان حريه الشعب اليوناني. على العموم الايام هتثبت الحقيقه. Très bien. Voilà un lord anglais qui est très riche et très intéressant pour votre projet. Merci. Merci beaucoup. En santé. You know how many square miles is this area? Yes, I know very well. It's a large area. But this is my... Good morning, my child. Excuse me. I know your lordship. But this is the only area where I think the tomb is there. The treasure. I think that my daughter is very much excited about the project. What do you think, my darling? Should we go ahead with the project? I think we should. Thank you. الحفريات بتبتدي بضرب الطور يا خواجة، لكن ما تفكرش انك هتلاقي حاجة دلوقتي. انا محتاج لرجال اكتر. في الوقت المناسب يا خواجة. وامتى هو الوقت المناسب؟ ربنا هو اللي يختار الوقت المناسب. Thank you.
مالك؟ زي ما انت شايف كده كل الرجاله سابتني، بس ناس تاني ادور لوحدي. الله، ما هم رايحين الارض عشان يزرعوها. انا مستعد اديهم الضعف. الارض دي انتظرت الاف السنين، ما تستعجلهاش. انا البحث بالنسبه لي اصبح زي الادمان، مفيش قدامي غير حاجه واحده بس، اللي في بطن الارض دي. والله انا خايف عليك من الادمان ده لا يوصلك لصدمه. وقف عندك يلا يا رجاله، الحفر اليوم انتهى. انت بتكرهني ليه؟ انا ما بكرهش يا خواجه، انا بحب ارضنا، جذور شجرنا اللي مات لاجل ما يضلل على ولدنا، تراب اجدادنا اللي عايشين جوانا. يلا يا رجاله. اها الدليل. تقدر تقول لي ايه اللي انت عملته ده بعد العمال ما مشوا؟ هترد؟ انت فاكر انك هتقدر تحفر الارض لوحدك؟ لا، اذا كنت فاكر انك هتقدر تطلع من الارض دي كنوز تاخدها لنفسك زي الانجليز اللي سرقوها قبل كده تبقى عايش فيها. انت فاهمني غلط. افهمني انت صح. هنا ما تقدرش تدخل بيت اي حد من غير ما تستاذن صاحبه، والمقابر بيوت الروح، ما تقدرش تدخلها ابدا باذن واحد من الانجليز اللي في مصر. انا عارف مين اللي ورا كل ده، هو نوار. لا، نوار مش شرير زي ما انت فاهم، نوار حارس من الحراس على الماضي. نوار من الناس اللي عاشوا على الارض دي الاف السنين وما تغيروش. الارض دي امهم اللي حماتهم من الهمجيه وعلمتهم ازاي ما اعتدوش على الغير، لان الارض دي ارضهم امهم، الارض دي هي ماضيهم حاضرهم مستقبلهم. وانا مش جاي اسرقها، بس جاي تفتحها وتطلع الجنين اللي فيها، وده شيء مش سهل هنا ابدا. Thank you.
انت بكرس الناس لا انت بتحب بلدنا طبعا امال انا رجعت تاني ليه سنين طويله من عمري قضيتها تعلمت فيها لغاتكم حبيت فيها ناسكم بس برضو مش ده المهم المهم انكم انتم تحبوني انت جيت ليه عشان ترسم سبب خاص جوايا تقدري تقولي كده نداء ندى مين بيناديك فرعون بيني وبينه معاد معاد عمره 4000 سنه حقيقي انا من الغرب وهو من الشرق لكن انا متاكد اني هقابله هلاقيه وهتلاقيه فين في بطن الارض دي الارض الساحره الغامضه فين بالظبط لسه ما اعرفش لكن انا متاكد اني هلاقيه وحزين ليه هي شمس بلدنا لسه ما دفتش قلبك شمس بلدكو هو في الدنيا كلها حاجه زي شمس بلدكو مشكلتي اهل الجبل مش عايزين يساعدوني في الحفاير مش عايزين يدوني رجاله كفايه يظن ان انا لسه ما دخلتش قلبهم على جد اللي في ضميرك ربنا هيديك واصبر تنول قول يا رب يا رب دي يا واحده جبت لك برتقالتين يطروا ريقك الدنيا النهارده حر كتر خيرك يا طايره العروسه قفلت عليها ليه اصلها وليه سرق الدمعه من عينيك دي سرقت حياتي كلها دي كانت هديه اديتها لمراتي ورجعت لي بعد ما ماتت وهي بتولد ابنها دكتور حسين
تعيش وتفتكر. خلدون وصل من القاهرة. تفضل يا كبير، اختار اللي يعجبك. مالك يا نوار؟ وشك متغير ليه؟ حمدون بيقول مصر مولعة. قامت كلها قومة راجل واحد ضد الاحتلال الانجليزي. مبروك يا مصر. اهلا برجالتك. دي فرحة كبيرة قوي يا نوار. فرحة يا كبير، لكن... لكن ايه؟ احنا دورنا ايه؟ قصدك ايه؟ نطرد الانجليزي اللي عندينا. اخيرا جه الوقت اللي هترجع فيه مصر لمصر. والخواجة اللي عندينا؟ لا ده خلاص بقى مننا. كشفت عن ضميره؟ ضميره هو اللي كشف عنه. عشان شرب من نيلنا؟ لا، عشان انت اختبرته يا كبير. الانجليزي بيحفر في ارضنا، بيفتش عن ملوكنا، ومصر بتطرد الانجليز. هو ده الوقت المناسب اللي هيطلع فيه من ارضنا سفير مصري عمره 4000 سنة حضارة، والخواجة ده هو اللي هيقول لأهل بلده وللعالم كله إن مصر طول عمرها كبيرة وعظيمة وأقوى من أي احتلال. خلي بالك يا دكتور، لو كنت غلطان تبقى بتساعده يسرق آخر فرعون ويهرب بيه وبكنزه. مش وإيدينا في إيدين بعض يا كبير. سيب لنا الموضوع ده. كنت مستني الحصاد يا خواجة. أيوة. خلاص الرجالة فضيوا، لسه مشتهي دهب فرعون. بيه دهبنا. الناس فيهم غموض لكن فيهم صفاء النيل وقلوبهم خضرة زي الوالي. خطوة في وادي الملوك كنت حاسس اني بقرب من فرعون، وان الارض اللي بتفصلنا بتقربنا اكتر من بعض. يا خواجة، تقدر احلك ايه؟ اللعنة لمن يقترب من الفرعون.
كل واحد هياخد. اصبر استنى. خد خد دخلك يا دكتور. مع السلامه. وانت خدي خلي بقك بيها بس اسمعي استني تاكلي وانت بقك مقفول ها علشان ما تشرشريش على بقك والدبان يجيلك فاهمه. يلا اجري. ها ايه يا طايع؟ خير خير يا دكتور. عامله بنت ام محمد بترقش من السخونه وشبينها جمر. امها قاعده جنب الخبيز ومش قادره تفوتها. جيب هان. طب مستنيه ايه؟ تعالي تعالي نفتح وش مين يا بنت؟ انت يا حاج خد لوح الاردوازه اهو والطباشيره اهي تكتب كويس ها نظافه بالايمان. يلا اهي وريني وريني كده. ايوه 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 سخنه. استنى استنى وريني. افتحي بقك يا بنتي افتحي بقك. ايوه طلعي لسانك. احتش يا بنت. سيبيها بس سيبيها طلع طلع لسانك خالص مش تاب. خليها ايوه افتحي بقك قوي. قولي اه قولي اه اه قولي اه كمان اه اه ايوه كده اه تعالي وريني هنا كده قولي اه اه كمان اه اه طويله كده اه اه يا دكتور طمني عندها ايه؟ عندها ايه؟ عندها تلبك معوي من كتر البلح اللي بتاكله من غير غسيل. بلح؟ ايوه ده انا كنت جايبه لك بلح معايا. ايه طب وانا مين بقى اللي هيعالجني؟ تسلم يا دكتور. خد يا ستي ادي ايه؟ ست برشامات اهم ها؟ تدي لها برشامه قبل الاكل 3 مرات في اليوم. حاضر. استنى استنى خدي معاكي كمان حلاوه اهي حلاوه عشان تحلي بقك انت وانت كمان. يلا بس ما تاكليهاش دلوقتي فاهمه؟ خليها بعدين بكره ها؟ طيب شوف كنت حانسه. تنسي ايه؟ جبت لك معايا عود ريحان لاجل ما يعطر نهارك. كتر خيرك يا طايعة. فوتك بعافيه. الله يعافيك يا طايعة. الله حاسب حاسب عقرب سام خليها معاك العصايه تنفعك. أنا شايف إن الماضي بيشدك أكتر من الحاضر. هو ده الحاضر الحقيقي. تعرف أنا كل مرة باجي فيها الدير البحري بحس إن حتشبسوت دي فعلا كانت امرأة قوية. مش ملكة وملكة فرعونية كمان لازم تحكم بقوة وبجمال. أيوة لكن أنت ما قلتليش أنت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ إيه خايف لو واحدة تسرق منك حريتك؟ جايز عرس الراجل الماضي ومستقبل وحاضر. يا ترى انت خايف بقى من اني منطقة من دول؟ انا خايف من التلاتة مع بعض. وانت؟ انا اديت التلاتة دول من زمان لواحدة ست. يا انا اتأخرت على العيادة. شريط جاهزة. يلا انا سمعت كلامك مع الدكتور حسين. كل ملكة وليها فرعون. وانت بقى مين الملكة بتاعتك؟ بكرة تشوفها. كل المعلومات اللي جمعتها عنه من معبد أبوه من حتب الثالث ومعلومات أهل الجبل إنه مات وعمره 19 سنة غني متجوز ووسيم. Thank you.
الفراعنه كانوا معتزين قوي بارضهم وبنفسهم، يموتوا ويرجعوا تاني في جسمهم في ارضهم. بس انت ليه جاي مدينه هابو؟ دي كانت مدينه الموت. انا جاي عايز اعرف ايه اللي بيفصلنا عن الموت. في 4000 سنه بتفصلني عن ملك مات وهو عنده 19 سنه، لكن انا حاسس انه لسه عايش جوايا وانه قريب مني. بيقولوا زوجته كانت جميله وحلوه. كان ممكن تكوني انت. انا حاسس انه قريب قوي منهم، وان الملك ده ومراته بيشدوني واني حاصل لهم. احلى حاجه في الماضي انه شايفنا واحنا مش قادرين نشوف. بس انا شايفه. تفتكر اهي الملكه بتحضر. شايفني وانا بدور عليه ومستني 4000 سنة علشان امديله ايدي ويخرج، يخرج يبهر العالم. مالك يا خواجة؟ هتحمل للبيت ولا ايه؟ كان معايا ست عمال وسابوني. قول له يكلم الكبير. كلمت الكبير في الحكاية دي؟ الكلام مع الكبير زي الكتاب على السحاب. اديله وقته والنتيجة هتكون في صفك. ايه
مالك يا خواجة؟ يظهر اني خدت ضربة شمس يا كبير. شمسنا حارقة يا خواجة، بس شمس القاهرة هتكون حنينة. ايه معنى الكلام ده؟ بهجة افندي منتظرك من ساعة، عايزينك في القاهرة. في القاهرة؟ ايوه، مفتش اثار في منطقة الجيزة. بس انا ما طلبتش وظيفة عندكم. الوظيفة هي اللي طلبتك. ده جواب التعيين. انت خلاص اتعينت عندنا بمرتب كبير. ومين هيراقبه هناك؟ جاد هيفتح عينيه ويجيب لنا اخباره ويتأكد من حقيقته. امرك يا كبير. مالك يا جاد؟ ايه ما قدرش اسيب الجبل يا كبير. الجبل ولا طايعة؟ مبروك يا عريس. بالإذن يا كبير. جاد حطب. بالإذن يا كبير. امسك يا عريس. كفاية يا ولد. مبروك عليك طايع. غزل والشارد من الجنة من قد ايه وانا بتمنى يا فرح ليلة ولا استنى يا توت ملون عالية توت من قد ايه وانا فيك بموت حب الياقوت مفروض مفروض وليلة واحدة ما تكفي الدوب يا دوب كان قد القد والمية كانت مية ورد سألت قلبي قلبك رد فرجنا عبد وكان ملضو وبحنا بالسر المكتوب يا عيون وصر فيها النور بليلة واحدة شفيف حريرك دفاني برجوك شفايفك كفاني تمرك وطعم حياني الشهد كامل والابريك يا دوب يا دوب بنبل ريك زعج العبور واخدني طريق بألف ليله مدى
يا جهاد؟ انت لسه هناك في الجبل؟ يلا احنا خلاص وصلنا. بالشفا يا حاج. بقى عليك كلمة حكيم. ما عليكش حاجة خالص يا راجل الله، بس خلي بالك من نفسك انت. ايه؟ بنصرف عليك. امشي على اقل من مهلك. يدك يا حاج على مهلك. ربنا يديك الصحة. هم يا مسيد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا بايع. ايه في ايه خير؟ ما خبرش. اللقمة ما بتستريحش في بطني. نفسي قفلت خالص. حتى التمر طعمه اتغير. بعد ما كنت باكل صباطة في اليوم ما اقدرش اكل واحدة منه. ولا واحدة؟ لا. ومغلبانة على المشمش. لا لا ما للمشمش دلوقتي. الله 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 الله. شيخ. قولي لي يا ضايعة. هو جد مسافر بقاله قد ايه؟ 60 يوم و4. 60 يوم و4؟ وعايزة ولد ولا بنت بقى؟ بتقول ايه؟ بقول خلي بالك من نفسك وحافظي على اللي جواكي. مبروك. الله الله الله. يا مسيد مفيش حاجه، في كل خير ان شاء الله. استنوا خدوا حلوا بقكم. يلا خد يا ولد، وانت كمان، وانت بالسلامه. فينك يا جاد عشان تسمع؟ ايه خد يا ست الورقه دي، هي فيها العنوان بتاع الخواجه، اكتبي له على العنوان ده وفرحيه. وانت كمان اتفضل. ايه ده؟ برتقان بدمه لسه جمعاه اليوم. لا من هنا ورايح بقى مفيش هز شجر ولا طلوع نخل ولا حاجات من دي ابدا. ايه لازم تستريحي على الاخر. امرك يا طبيب، فوتك بعافيه. يلا يا مسيد يلا. مع السلامه يا طيب. يا جاد يا عنيا وحشتني يا جاد، سايباك وانت معايا وجوايا ابنك عطشان لابوه. نفسي غنيله يا جاد، اقوله ايه؟ يا فصلولي يا فصلولي الغالي غالي، ومين جابولي عيني سفاين لفوا المداين، راحوا حيجوا حيلاقوني رموش وسجية ومية ريجة تسقي حبيبي وتحرم عزولي. الورد خده وتضي لونه، أهلا وعيونك في لون عيونه، عصفور وصوته أسمر محني، يا رب أشوفك زيه سحرني. آه 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 آه. ضيعة خايفة عليها بنات مصر، اصلها بتغير عليها يا خويا. بنات مصر؟ هما فين بنات مصر دول؟ ما تيجي تشوف اللي احنا فيه. عايز ابعت اقول لها ان بقيت غفير كبير جو في القصر. طيب يلا يلا بينا يا شيخ الغفر. يا كبير السلام امانه ليك وللكل، انا مطمن عشان طايعه تحت رعايتك، يا رب تكون بخير. بول اقرا الحته دي تاني، خلي الواد يسمع. أنا مطمن عشان طايعة تحت رعايتك، يا رب تكون بخير. الحمد لله. يا كبير أنا نفذت أوامرك ولزمت الخواجة كبله في كل حتة، في البيت والشغل والشارع، وعاوز أحكي لك على كل حاجة. What do you think you're doing? Why? Get out of here! Get out of here! No. Get out of here! Get out of here! وبعدين
المسؤول الانجليزي غضب. وبعدين؟ جوزك خطه زفت. وبعدين؟ They are British. But they are wrong. They are wrong. You should be sorry. شاط. وبعدين؟ ولع. وبعدين؟ ورفادهم. في خبر اسود. باخر ليلة هنا وحيطردونا وانت بترسم. ولا جبل وحشك زي يا خواجة؟ فعلا يا جاد. وحشني الجبل. بس هنرجع ازاي؟ ده احنا حتى ما معناش تمن تذاكر الرجوع. اهدي نتيجة دفاعك عن تقاليدنا يا خواجة. عموما متشكرين. انا عندي فكرة يا خواجة. مستر لص هاي جاي بس لص ليدي نايت زيك ها شوف بس مستر لوكسر جاي حلو قوي ليدي ليدي جود كماتش تن تن وتن تن وتن وبعدين كلوا كباب وكفتة. أيوه يا جاد جوعت الواد. كان عيش وملح سوا وكأن الخواجة صار منا. راجعين البرنة. تسعة أشهر انت قربت تبقى أب يا جاد. آه يا قلبي والنام ما قادر استنى. ده عمر يا خواجة. العمر الحقيقي بيبتدي لما تحقق حلمك. ربنا حقق لك حلمك يا خواجة. عندك حق يا جاد. بس الأرض حملها طويل. اعمل ما فيه الخير. اطمن يا كبير. خير العيل بالمقلوب. اعدليه ما تتراكش. بالاذن يا كبير. دكتور حسين بسرعة يا دكتور. اللي فوق يمنعوني. لو الجريم مقلوب زي ما بتقول يبقى لازم فتح بطن، وإلا في خطورة على الاثنين. الاثنين ممكن يموتوا. في الحياة والموت مفيش فرق بين حرمة وراجل. شوف شغلك يا دكتور. ايش يا طلع؟ قول يا رب. يا رب. أه.
مالك يا اخوي؟ شد حيلك امال. طايعة بنتي وولدها ولدي. ما تخافيش نقطة بنجر. جنازة الدكتور، جنازة الدكتور حسين، جنازة الدكتور. يا فصلوا لي الغالي غالي ومن جابوا لي الغالي غالي. لا فين الواد يا محسن؟ اتفضل يا ابويا.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا قلبي والله وحتب راجل يا عاد حواجات وصلوا روح قابل ضيوفك Interesting. Very nice. Please. Sure. Come on, Marvin. Oh, my God. just a moment, darling. Just a moment. You can sit now, if you want. It's rather hot today, no? Well, that's the usual weather we have around here. Oh my God, it must be dreadful if it is always hot like this all around the year. Not really, you can get used to it. Mm-hmm. Very nice place you have here. Yes, it is. I got used to it. You know, this is my room. You go up these stairs and the room is up there. Very interesting. Mm-hmm. Thrilling, as a matter of fact, but not to live for a long time in it, no? Not really, your lordship. You can get used to it after a while. The people are lovely around here, so makes it easy for you. I see. And when do you expect to go back to London, if I may ask? I'm afraid it's not going to be for the time being. And why is that? I haven't accomplished what I've set myself to do. And when do you expect to finish that? Well, your lordship, to be very honest with you, I don't expect it to be soon. I see. I see. اتفضل. Thank you, my child, but no. Check. Now, let's go into business. You're gonna ask for some more time, I presume. But unfortunately, it is impossible. You know, time is money. I do understand your situation, your lordship, but you just have to understand mine. I still need more time. Well, I have to go. I said thank you. No. Thank you.
مسافر. حزين علشان اللورد اخد بنته وسافر؟ انا مش حزين عشان سافر واخد بنته معاه. انا سبب حزني انه لما سافر اخد معاه اخر فرصة ليا في الحفاير. شوف يا خوالي، خليني اكون صريح معك، انت قريب من فرعون، قريب قوي اكتر مما تتصور. احنا امتحناك زين لحد ما تأكدنا من اخلاصك لارضنا وحرمة موتانا ودفاعك في القاهرة عن تجاليدنا. الارض دي انا بحبها، اصبحت جزء من كياني، جزء مني، ناسها بقى من اخواتي. احنا راجبناك كتير يا خواجه، راجبناك وانت بتشتغل في الحفاير، لكن ما ساعدناكش كتير لاننا ما كناش واثقين منك. انما دلوك تعال معانا. ورثناها أبا عن جد، خفيناها عن الناس كلاتها، حافظنا عليها من الأغراب واللصوص، مكتوبة بلغة الفراعين. خد اقراها. بس دي بتحدد مكان الفرعون. طب انتوا اخترتوني انا ليه؟ كان ممكن انتوا اللي تلاقوه. من 4000 سنة تقريبا وجدنا فرعون نايم في ارضه مستريح، لكن اليوم بعد الخواجات ما احتلوا ارضنا ونبشوا كنوزنا، مفيش امان، مفيش امان الا مع واحد كان معانا عيش وملح وفرح وحزن معانا، ويقدر يقول للعالم كلاته ان الدنيا بقت بيت كبير. انا دلوقتي فهمت انت ليه اخترتني. صبرك هو اللي اختار. انا كنت قربت من المكان، لكن دلوقتي انا عرفته بالتحديد. للأسف جالي في وقت ما عنديش أي دعم مالي يسمح لي باستمرار التنقيب. أهل الجبل كلاتهم أولادي معاك من بكرة، بس يوم ما حيخرج فرعون اسمك حيعيش مع اسمه. أنت كد المسؤولية دي؟ أيوه
هنا قبر الفرعون ومكانه تحت الأرض في وادي الملوك، حيث تتحد الكاع والبا، الروح والجسد. احذر، فالموت ينتظرك بعد 10 خطوات. همع الشغل انت وهو. الكبير عاوز يزود الرجاله للحفر مع الخواجه. مالك يا عم نوار؟ كبيرنا خبر الخواجه ربنا وحده يعلم ما في الصدور. قوم يا بدوي انت ومصطفى، وانت يا نومي فوت مع الرجاله. تابعينا قريبين قوي، بالتحديد في المنطقه دي. يلا يا رجاله كلنا تحت، كلنا تحت. مشينا على الجبل العظيم، كنا زي النمل اللي بنشيل 10 أضعاف تحمله علشان يوصل للمخبأ اللي بيخبي فيه العيش، يخبي فيه العيش لأيام الشتاء الطويلة. كنا بندور بنفس الإرادة والتحمل تحت الشمس الحارقة علشان نوصل لمخبأ السماء. أنا راح أدي الرجال وهاخذ كمان. خلي بالك مني الخطير. يا حواج خذ باللي ريقك. اشرب يا ابو حسين.
ايدك. نور يا طايع، بلغ كبير. هيصفروا عنديهم واحنا واقفين لهم مع الكبير. Oh your majesty, you great pharaoh, you're coming home with me. With me. Beautiful. Beautiful things, don't you say so? Yes, they are beautiful. But they don't belong to you. They belong to them. What? What are you saying? This is outrageous. Do you hear me? Outrageous! Let's go, child. Get off this chair. No. Get off this chair! Get out! Get out! مفيش حد يقدر يسرق تاريخ وحضارة بلد. الكنز ده مش مجرد ذهب، ده رمز القوة والأمان والخلود. مفيش حاجة تخرج من هنا تسمعوا الأبواب وتقفوا عليها حراس. الكنز ده ملككم، ملك مصر. طلعت قد المسؤولية، اترك الباقي علينا. احترامنا للماضي هو تقديرنا للحاضر وإيماننا بالمستقبل. جوا قلوب احبابه
لما نلاقي بعض.